وأبدأ بطبيعة الحال مع يوسف وآخر الأحداث، خاصة مع مجزرة النصيرات بالأمس وأيضا المجزرة اليوم في أطراف خان يونس، هذه المجزرة التي أسفرت عن أكثر من 30 شهيدا. ما هي التطورات لديك يوسف؟ نعم ريهام، بالفعل المجازر الإسرائيلية تتوالى هنا في قطاع غزة، وتعيني أبدأ من آخرها في المنطقة الغربية لمدينة غزة وتحديدا منطقة الميناء. استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين ما أسفر عن استشهاد 2 منهم، كما نفذت غارة في منطقة حي الصبرة فأردت طفل وأحد أقاربها أيضا شهداء. لكن المجزرة الأبرز في الساعات الأخيرة كان الاستهداف عند جامعة القدس المفتوحة شمال غرب مدينة غزة، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع 10 شهداء وعدد من الإصابات، ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل الشهداء والجرحى إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة وبعضهم إلى مشفى الأهل المعمداني شرق مدينة غزة. كما وقعت أيضا غارة في ذات التوقيت عند منطقة المشتل شمال غرب مدينة غزة. وفق المصادر الطبية الفلسطينية منذ فجر هذا اليوم حتى اللحظة ارتفع عدد الشهداء إلى 81 شهيدا، قرابة 40 منهم في المحافظة الشمالية، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل المواطنين سواء في منطقة جباليا وبلدة بيت لاهيا. في بلدة بيت لاهيا قصف الاحتلال عدة منازل ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا من عائلتين، بينما المجزرة التي وقعت في منطقة الهوجة والتي لم تتوفر عنها الكثير من المعلومات نظرا لعدم مقدرة الدفاع المدني الوصول إلى هناك بعدما أجبره الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة المحافظة الشمالية، وكذلك لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إلى ذات المنطقة. لكن أحد أفراد عائلة النجار قال إن 35 فردا من عائلته استشهد في هذه الغارة، وأنهم جميعا لا زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في منطقة بلوك 7 في الهوجة. هنا في مدينة خان يونس ارتفعت إلى 38 شهيدا حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة والمفاجئة في منطقة أحياء معا وقيزان النجار وجورة اللوت، إضافة إلى عشرات الجرحى الذين وصلوا إلى مشفيي ناصر ومشفى غزة الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس. هنا أيضا لابد من الإشارة إلى أنه من بين 81 شهيدا هناك العشرات منهم من الأطفال الذين قتلوا بفعل الغارات الجوية العنيفة التي طالت عددا كبيرا من المنازل سواء في المحافظة الشمالية أو في الأحياء الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع. بينما المحافظة الوسطى اليوم دوت فيها عدة انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي بات يطال بشكل شبه يومي المناطق الشمالية من المحافظة، وتحديدا شمال شرق مخيم البريج والمنطقة الشمالية والشمالية الغربية لمخيم النصيرات، وتحديدا ما تعرف بأراضي أبو معلا ومنطقة أبو مهادي، وهي نطاقات جغرافية يعمل فيها جيش الاحتلال على مدار الساعة ويقوم بنسف المباني السكنية في إطار ما يبدو أنها محاولات إسرائيلية حثيثة لتوسيع ما بات يعرف بمحور نتساريم الفاصل ما بين محافظة غزة والمحافظة الوسطى.